عموما موضوعنا عن موضة الدارجة الآن، بنطال الكارغو وفساتين الكروشيه وملابس بألوان معدنية وعالم من الزهور، كل هذا ضمن آخر صيحات الموضة في عام 2024. كيف يمكن تنسيقها بإطلالات أنيقة وعصرية؟ حنتعلم الصواب والخطأ في محكمة الموضة. معلمة علاء الدين، صباح الخير. صباح الخير يا لايد، الحمد لله على السلامة يا ريم، اشتقنا لك. الله يسلمك. يعني بنشوف الكروشيه الكروشيه في كل مكان في السوق، وصراحة مرة حلو. دائما أشوف بس أقول أنا ما حقدر ألبس كده على الهواء. أشتريت بس إنه أحس إنه في الاستوديو صعب إني ألبسه، فليلو أمالي حيكون أماكن معينة. ليت جريء بلبسه. بحاول أنا دائما أنسق، أطلع من صيحات الموضة حتى يكون نكسر هالقاعدة دائما. هلا أنا مش ضدك لما أنا معك، بس دائما بحب يعني يكون شيء مش مستهلك من قبل، او نلحق الموضه لدرجه انه نكون بس هيك ضحايا للموضه، بل نخترع اشياء تلبق لشخصيتنا. مزبوط. انا هيك بحاول اشياء حلوة. صح. يلا نشوف الصوره الاولى، شو رايك؟ يلا اللي برايت كولرز اللي هي الالوان الزاهيه كثير. ريم لما بيجوا بنصفوها مرات بيروحوا اوفر، بدهم يكونوا كثير كرياتيف، بدهم يكونوا كثير خلاقين، بيطلعوا مثل مزهرين. بالضبط، ما بيزبط. لما تنصقي الوان زاهيه كثير روحي للون النيوترال معاه. الالوان النيوترال اللي حكينا عنهم فقره قبل انا وريم، اللي هو الاخضر الازرق الابيض البيج الاسود. هون هي مختاره لون النيوترال، الحذاء والشنطه. وكمان مشتق من الوان، اذا ما بتعرفوا شو النيوترال روحوا لون مشتق من الوان الزاهيه اللي انتوا لابسينه، زي اللي انت لابسته يعني. مش مره حلو اللون الاورنج ده. طيب اذا ما نخلط كل الالوان، نروح مع الوان النيوترال مع الالوان الزاهيه. مزبوط. يعني طيب نشوف الاطلاله اللي بعدها. انت اليوم لابس النيوترال كله لايت. الجاكيت اللينن اللي هو الكتان، لما بتروحي تحتيه مثلا تيشيرت مقلم كثير فيه الوان، وتروحي مع حذاء الرياضه، ما خلقتي طلة حلوة، ما خلقتي طلة متناسقة. بينما الجهة الثانية لابس لون تحتين نيوترال مشتق من نفس اللون الكتان، ولابس اللوفر، فأعطى الطلة هيك أناقة وأبهجها. فهون لابس جاكيت كتان، هناك جاكيت كتان، بس طلة عن طلة بتفرق. طيب إذا هذه الإطلالة تكون مميزة أفضل من هذه الإطلالة. أكل هذا الجاكيت لما وريم مش سهل الواحد يلبسه وينسقه بسهوله. لونه وقماشته الفابريكس تبعه صح، بس البسه على لون نيوترال تحت لايت او على قميص. صحيح. على قميص كثير مريح. طيب حلو، خلينا نشوف الاطلاله اللي بعدها. الكروشيه جبت لك اياها مخصوص يا ريم. هذا اللي طالع الان. لما بتروحي كروشيه بلكي ضخم مش معطي جسمك اي جماليه، ما بيطلع حلو. مع انه موضه، لما بتروحي هناك الكروشيه معطي الساعه الرمليه للجسم، معطي جسم متناسق كثير بيطلع احلى. فما نلحق الموضه الا اذا شفنا انها بتعطي جماليه لجسمنا. مزبوط. نلبسه بالطريقه الصح، نلبسه بالطريقه الصحيحه. طيب تمام، رائع. الاطلاله هي الناجحه. طيب خلينا نشوف الاطلاله اللي بعدها. عجبتني عشان هيك كنت اشر صح. التوين ست لللينن برضه، هلا مكسر أيوة. لزوجك ريم. ولا طيب ايش المشكله بين ايش الفرق بينهم؟ هو 6 و6 بالضبط. هذاك لابسها بلكي، لابسها مش معطي فضفاضة. بالضبط، مش معطي جماليه لجسمه. والبنطلون كمان بلكي ولابسه مع حذاء رياضه، على العموم مش مبين. هذا لابسه مخصور على الجنب الجاكيت، حتى قلبه البنطلون من تحت معطياه أناقة. شايف هذا الفرق؟ إنه هذا لابس توين سات وهذا لابس توين سات وهذا لنا وهذا لنا، بس الطلة مختلفة. والصندل أنا عجبني مرة كثير. حلو صح؟ مرة حلو. بعدين اللون الترابي دائما بعطي هيبة. هلا أي لابس ترابي؟ أي لبس. لايت. بس لأنه كله واسع مش طالع حلو عليه. مزبوط. مزبوط. طيب نشوف الإطلالة اللي بعدها. الورود. الورود هلا مكسر الدنيا طبعا. الورود. اللي ما بيعرف ينسق دائما يروح للون ساده مع الورود، لما يكون في الوان كثير يفضل النيوترال. بس مثلا هي لابسه لون ساده اصفر جنب لايت، فكتير احلى طله، ولابسه حذاء نيوترال تحت فمتناسق. هون لابسه حذاء فضي ولابسه مقلم فوق، فبتشوفي برضه الوان كثير وعجقه كثير مش مريحه للنظر. فنروح دائما للون ساده مع الورود. عجبتني هذه الاطلاله، مع انه الاصفر ما هو موجود على التنور ابدا، بس أبداً. لانه لون ساده فجاي بلايك. هذه حلوه. عجبنا اذا الاطلاله موفقه هذه. طيب نشوف الاطلاله اللي بعدها.
هلا ملابس الرياضه صارت موضه بنقدر نلبسها مع اني انا ضد نقدر نلبسها كل خلال كل نهار بس مثلا معزوم على برانش ما بتقدر تطلع ببلوزه زي هيك تانك توب للرجال ولابس حذاء الرياضه تروح على برانش البسي السوت كامله البسي البدله كامله وروح على احلى برانش وكون بي او ما تلبس البدله الرياضيه من اصله انا صراحه تعرضت لهذا الموقف لما كنت مسافره الان في الصيف كنت اطلع في بعض الاماكن تدري جو مطر وبرد وكذا فالبس لبس كامل زي كذا جات الانتقادات مره كثير انه انت ليش ما بتهتمي بمظهرك وليش ما قلت لهم انه موضه هلا وهو غير انه موضه مريح ويتناسب مع الجو اللي انا فيه الان وخروج ورياضه وكذا يعني فحسيت لبس الجاكيت وجلح طيب نشوف هذا الباقي جينز هلا عشان يكون متناسق مع الجسم البسيه مع فيتد توب مع توب على قد الجسم بيعطي أناقة للطلة بينما إذا لبستيه على هودي أو بولوفر أو شيء ضخم مش مبين الخصر دائما بين الخصر وتعرف بزيادة بحطوا طاقية وبنزلوا الكمام فاختفت الأناقة باللبسة دائما لازم الخصر يكون واضح فيفضل باقي جينز مع فتت توب ممتاز حلو المعرق مركز كثير على الزهور يا لما ما هي موضة هلا والمزركش يا ليث لازم تلبس ورود المرة الجاية صعب قبل ما يتركنا جربت كثير اشياء طلعت لشخصيتي ما بتمشي لازم اعمل لك تحليل شخصية ليث دائما نلبس الورود المعجقة احسن مع لون نيوترال او مع لون سادة مع اللوفر بيطلع كثير حلو بينما هناك لابسه مع كارو مقلم ولابسه مع حذاء رياضة مش متناسقة وغير انه لابسه فوق البنطلون يعني لا مبين خصره ولا شيء هون الأناقة اكثر الماخذ العين بس على القميص وتنسيقه مع اللوفر اعطى اناقه للطلة طيب حلو خلينا نشوف خلي الرجال يتجرأوا يلبس الورود بنرجع لابسه بلكي فستان عريض واسع. جدا واسع جدا مع بلكي حذاء ما اعطى اي جماليه لجسمها هناك لابسه ورود ولكن مكسم على الخصر محدد وين الخصر ولابسه حذاء نيوترال تحت برضه مش مبين حتى الشنطة هلأ برضو موضة نيوترال فبيعطي التركيز كله على الفستان محدد جمالية الجسم هذه الصورة بتذكرنا ما ترتدي أنا وينتور رئيس التحرير مجلة فوغ العالمية دائما عند هذا الكارغو بانس هلأ لما تلبسيه مع تيشيرت عريض ما أعطى جمالية برضو للجسم فهي تطلع أكيد غلط منروح لتيشيرت تاكت إن محطوط جوا البنطلون ومحدد وين الخصر بولو البولو هلا كثير موضه كثير موضه فممكن بولو ممكن تيشيرت بس المهم يكون تاكت ان على حسب الكرش عند الرجال اذا كرش كبير صعب البولو وهو ده هلا موضه يعني صراحه اطلالات مميزه لهذا الصيف وبالفعل بنشوفها كثير الان ولكن لازم نلبسها بشكل صحيح بالشكل الصحيح ما بتتخيلوا قديش مصممين الازياء باخذوا وقت حتى يصمموا قطعه معينه نذكر تماما الراحل كارل جارفيلد كان يصمم 100 لوك أو مظهر ليختار منهم مثلاً 4 أو 5 لعدد الأزياء وهذه الأزياء وهذه الموضة دائماً في تغير في مستمر. تغير ويبغى لها جرأة شكراً لكم على الدين شكراً لك ليث وصلنا لختام حلقتنا